السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة في الفيديو، هنكمل المالتيبليكسر اللي كنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت. تذكير سريع، كنا شرحنا المالتيبليكسر وشرحنا وقفنا عند 4 في 1 بمبني ازاي من جوه، وفهمنا هو شغال ازاي من جوه. هنبدأ دلوقتي نعمل الكود بتاعه ازاي. يبقى معايا حاجة فيها 4 انبوت واوتبوت 1، عن طريق السيلكتور اقدر اعرف اني واحد في الاوتبوت هو اللي يعد ويظهر لي فين على الانبوت. تمام كده. نيجي دلوقتي نعمل المالتيبلكسر زي ما اتفقنا، نقول نيو فيور فيتش دي الاركتكتشر انتيتي. زي ما قلنا بنحط الاكواد بتاعتنا في اللايبرري اللي اسمها تيست، يعني بوظ هنا دوس اوكي، فهو بيقول لي مفيش لايبرري اسمها اي تي اس، لازم اضغط عليها كليك بالماوس. زي ما انتم شايفين اول ما بندوس على اللايبرري بيطلع لك جميع اليونت او الديزاين اللي انت عملته. احنا عملنا لغايه دلوقتي حاجه اسمها اند واور، وجوه الاور فضلنا نلعب ونشوف بقيه اللوجيك جيت. هنا دلوقتي هنسمي البرنامج بتاعنا ايه، مالتيبلكسر. وهنسمي الجزء ده يو تي ال، اقول له اوكي. فتح معايا الكود ده. احنا هنعمل مالتيبلكسر نوعه ايه؟ هنعمله مالتيبلكسر 4 في 1. يبقى اول حاجة لازم اعملها هنعمل ايه، هنحدد الانبوت والاوتبوت بتوع المالتيبلكسر او الديزاين بتاعنا. هقول له زي ما اتفقنا بورد، وافتح القوس واقفله، وريت ما انساش السيمي كولون في الاخر، واعمل كده. هاجي هنا اول حاجة انا عاوز احدد الانبوت بتاعي. احنا زي ما اتفقنا المالتيبلكسر بتاعي هنا في كام انبوت، في 4 انبوت. فهنيجي هنا نعمل الانبوت، هسميه وليكن ايه. المرة اللي فاتت عملنا الـ A لوحدها والـ B لوحدها، وقلنا إن ده input وده output. قالك لأ، طالما كلهم مع بعض شغالين input، وكلهم مع بعض عبارة عن الأربعة دول أو الخمسة دول كلهم input، والخمسة دول عبارة عن كل واحد فيهم عبارة عن سلكة واحد بت بس، أقدر أعرفهم مع بعض. طالما هما مبيختلفوش مع بعض في أي حاجة غير الاسم، أقدر أعرفهم مرة واحدة. إزاي؟ أقول له إيه؟ أعمل كوما B، أعمل كوما C، أعمل كوما D. كده انا قلت له انا معايا 4 انبوت A B C D، والنوعهم عباره عن انت وال ان اللي هو انبوت، وبعد كده النوع بقى بتاعهم هو ده عباره عن سلكه ولا فيكتور ولا ايه بالظبط. هقول له ده عباره عن سلكه واحده اللي هو ستاندر اس تي دي اندر سكول لوجيك ومنساش السيمي كولوم اللي في الاخر. هنا اللوجيك ما اتغيرتش، هنا حطينا تي تي بدل دي. بعد كده عاوز اعمل الاوت بتاعي زي ما اتفقنا، هنا في اوت واحد بس. واحنا قلنا هنا الاوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن اللي انا اخلي سلكه من الاربعه تعدي وتيجي تظهر لي فين في الاوت. فاكيد الاوت نوعه نفس نوع ايه؟ الانبوت. طب ماشي، طالما نوعه نفس النوع ليه ما اعرفهوش مع الانبوت؟ تمام، عشان دول انبوت والتاني اختلف معاهم في النوع، وده انبوت وده ايه اوتبوت. هاجي هنا اسمي الانبوت الاوتبوت عباره عن واي وليكن، واقول له نوعه اوت، وهيبقى ستاندر لوجيك، واعمل سيمي كولوم. فاضل حاجه اخيره اللي هو ايه، اللي هو السيلكتور. هل اعمل سيلكتور واحد وسيلكتور اتنين وكل واحد فيهم عباره عن ستاندر لوجيك، ولا اعمله حاجه واحده بس ويبقى عباره عن فيكتور؟ نخليه حاجه واحده ويبقى عباره عن فيكتور. هاجي هنا اقول له سيلكتور هنسميه ايه، ده انبوت ولا اوتبوت؟ سيلكتور ده انا اللي بتحكم فيه، فانا اللي بدخل القيمه بتاعته، فهنخليه انبوت. هاجي تحت هنا اقول له سيلكتور عباره عن انبوت، نوعه ايه؟ ستاندر برضو، بس مش لوجيك، لا ده احنا هنخليه لوجيك فيكتور. هنقول له سيم كولوم، تمام، بس احنا قلنا دي اخر حاجه هنعرفها معانا، فبالتالي هنشيل السيم كولوم منها عشان احنا حاطينها تحت بعد الكوس، واقول له سيف. هاجي هنا عاوزين نعمل الكود بتاعنا، تعال نفكر فيه قبل ما نبدا نكتبه. الكود بتاعنا عاوز اقول له لو السيلكتور بتاعك عبارة عن لو السيلكتور بتاعك بيساوي 0 و0، انا عاوزك، مش احنا قلنا ده ستاندر لوجيك فيكتور؟ احنا نسينا حاجة هنا مؤاخذة، اللي هو ستاندر لوجيك فيكتور بس
كام؟ يعني ايه كام؟ السلكه دي فيها كام بت؟ احنا قلنا ده واحد بت واحد بت وهكذا، ده كام بت؟ ده 2 بت صح؟ فاقول له واحد داون تو زيرو، واحد داون تو زيرو اللي هو داون عباره عن فيكتور بيشيل 2 بت من اول واحد لغايه صفر، يعني انا عاوز اعمل 8 بت من اول 7 لغايه صفر وهكذا. دلوقتي احنا عاوزين نقول له ايه؟ من 1 ل 0 ده ايه الاحتمالات بتاعته؟ الاحتمالات بتاعته يا اما 0 و0 يا اما 0 و1 يا اما 1 و0 يا اما 1 و1. فانا عاوز اخلي كل احتمال من دول يبقى مسؤول اللي هو يطلع لي على الاوتبوت قيمه من دول. يبقى انا عاوز اقول له لو السيلكتور بتاعي 0 و0 خلي ان الواي مثلا بتساوي الاي، ولو السيلكتور بتاعي بيساوي 0 و1 خلي ان الواي بتاعتي بتساوي ايه؟ بي. ولو السيلكتور بتاعي بيساوي 1 و1 او خليها 1 و0 بالترتيب بتاعنا خلي ان الواي بتاعي بيساوي السي. واخر حاجة ان هو لو بيساوي 1 و1 هنخلي الواي بتساوي الدي. ده كفكرة اللي انا عاوز كل ما قيمة السيلكتور بتاعتي تتغير كل ما اطلع قيمة مختلفة على الواي. نفكر دلوقتي امتى قيمة الواي تتغير؟ هتقول لي والله قيمة الواي بتتغير لو قيمة السيلكتور اتغيرت. تمام، يعني اثناء ما الكود بتاعي شغال او اثناء ما انا خلاص حطيت الكود بتاعي على الشيب بتاعتي وشغال عليها، لو السيلكتور بتاعي قيمته اتغيرت ساعتها برضو الواي قيمتها تتغير. اقول لك بس كده؟ فكر شوية. لا ليه؟ لا مش ان الواي دي مش كل واحدة من دول ليها احتمالين، يا اما صفر يا اما واحد اللي هو اور واحد مثلا، يعني الاي يا صفر يا واحد، البي يا صفر يا واحد. يبقى برضو لو السيلكتور ثابت بس الاي اتحولت من صفر لواحد الواي اوتوماتيك برضو هتتحول، هتتقلب هي اخرى تابعا للاي، صح كده؟ يبقى كده السيلكتور بتاعي بيتغير، الواي بتاعتي بيتغير بناء لحاجتين، لو السيلكتور اتغير ولو القيمه اللي خارج عليها اللي هي كانت مثلا الاي في الاكزامبل بتاعنا دلوقتي هي اخرى اتغيرت، ساعتها الواي هتتغير. عاوز اكتب كده، يبقى كده الكود بتاعي بيتغير بناء على حاجه. ودلوقتي عاوز اقول له لو السيلكتور كذا طلع كذا. فالناس اللي واخده برمجه هتقول لي اه ما احنا واخدين برمجه، ده في حاجه اسمها اف وفي حاجه اسمها سويتش. اقول لك اه فعلا في اف وفي سويتش، بس كان ده فين؟ في السي، سي بلس بلس، بي اتش بي، جافا، الكلام ده كله. هنا في اف بس مش بنفس الكونسبت اللي هناك، وفي حاجات تانية غير الاف هنشرحها دلوقتي. هنشرح الكود ده بس باكتر من طريقه، وبعد كده هختار طريقه اكمل بيها. انت لو حبيت طريقه تانية او استسهلت طريقه تانية عاوز تكمل بيها كمل بيها. هنيجي هنا نكتب الكود بتاعنا بإف، فإن شاء الله في الفيديو تاني هعمل التلات أو أربع طرق التانية عشان الوقت الفيديو ما يكبرش معانا. زي ما احنا قلنا إن أنا معايا 4 احتمالات أهو. دلوقتي قلنا إن الواي بيتغير قيمتها بناء على الإيه أو السيلكتور، صح كده؟ فهاجي هنا بعد إس هكتب حاجة اسمها هنا كده هكتب حاجة اسمها بروس بروسيس. تمام كده بروسيس، هلاقي ان بروسيس اتغير اللون بتاعها، فافهم من كده ان دي عبارة عن كلمة محجوزة. هكتب ايه بقى جوه بروسيس دلوقتي؟ هكتب القيم او الحاجات اللي عندي سواء انبوت او اوتبوت، قصدي سواء الانبوت او السيلكتور اللي بناء عليها الاوتبوت بتاعي بيتغير. يبقى انا جوه بروسيس دي هكتب الحاجات ان الاوتبوت بيتغير بناء عليها. ايه الحاجات اللي الاوتبوت بتاعي بيتغير بناء عليها؟ اول حاجه زي ما اتفقنا السيلكتور اللي هو اس اي ال، طبعا بنكتبه بنفس الطريقه اللي احنا كاتبين بيها فوق. تاني حاجه الاي، بعد كده البي، بعد كده السي، اخر حاجه معانا الدي. دي الحاجات اللي الاوتبوت بتاعي بيتغير بناء عليها. بعد كده هنزل تحت اقول له بيجن تاني، ابدا بقى الكود بتاعي من هنا. زي ما قلنا احنا انا في الاكواد بتاعتي هشتغل بإف، وفي فيديو تاني لوحده هشرح بقيه الطرق. اللي يريحك او اللي تستريح له اشتغل بيه انت.
دي اول نقطة. تاني نقطة، انا دلوقتي هشرح سريعا الاف بناء على ان الناس اللي قاعدة قدامي فاهماها بأي لغة برمجة تانية. هو نفس الكونسيبت. اول حاجة هكتب هنا اف، هفتح القوسين واجي اقول له جوه القوسين دول الكونديشن اللي لو اتحقق هينفذ الجزء اللي بين القوسين بتوعي او البلوك بتاعي. اقول له اف ان السيلكتور بتاعي بيساوي، شفت هنا بيساوي كاتبينها ازاي؟ هناك في اي لغة برمجة تانية كنت بكتب يساوي يساوي او ايكوال ايكوال، هنا بكتب يساوي واحدة، وهنا تساوي دي هي التانية. عاوز اقول له يساوي يساوي ايه؟ احنا قلنا اول حاجة صفرين، هعمل ايه؟ دلوقتي الصفرين دول عبارة عن فيكتور جنب بعض، هاجي هكتب دبل كوتيشن واكتب في النص صفرين. حلو كده؟ عاوز اقول له نفذ كذا، هروح قايل هنا زين، زين يعني هينفذ اللي جوه بقى. هاجي هنا اقول له نفذ ايه؟ اقول له خلي ان الواي بتاعتي بتساوي حرف الايه، واقول له سيمي كولو. كده انا خلصت اول كونديشن عندي، يبقى انا كده خلصت الجزء ده من الكود صح. هاجي دلوقتي الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي هو إلس صح. هقول له إلس، بعد اقول لي إلس اف بالمنظر ده، هقول لك هنا في الفي اتش دي ال غلط. عاوز تكتب إلس اف هكتبها ازاي؟ اخليها اي ال اس من غير الاي، والزق فيها الاف، وافتح القوسين بتوعي واكتب الكونديشن اللي هو يبقى نفس الحوار هنا، بس هنخليه بدل صفر صفر هنخليه صفر واحد، وبعد كده ارجع اقول له زين. طبعا احنا دول خلاص مش عاوزينهم تاني، ولا سيبهم عشان نبقى ماشيين عليهم. قلنا هنا نكتب ايه؟ ان الواي هتساوي ايه بقى؟ تمام، هتساوي البي، وانزل اقول له إلس اف زي ما اتفقنا، إلس من غير حرف الاي في الاخر، اقول له اف، وافتح القوسين اقول له ان السيلكتور بتاعي بيساوي واحد صفر، في الاخر اقول له زين. هينفذ ايه؟ ان الواي بتساوي السي، وانزل تحت اقول له إلس اف، وافتح القوسين بتوعي واقول له ان الواي بتساوي بدل واحد صفر هتبقى واحدين، في الاخر زين، وانزل اقول له ان الواي هتساوي الدي. كده انا خلصت الكود. عاوزين بس نجرب نعمل له سيموليشن، وكده الاحتمالات اللي احنا فكرنا فيها الاول غطيناها بالمنظر اللي قدامنا. فاضل حاجة اخيرة، احنا هنا فوق في الاركتكشر فتحنا حاجة اسمها يو تي ال، في اللي تحت خالص قفلناها قلنا ان دي يو تي ال، بعد كده فتحنا حاجة اسمها ايه؟ بروسيس صح؟ هاجي تحت اقفلها. يبقى انا هاجي هنا ايه؟ اقفل البروسيس بتاعتي، اقول له اند بروسيس واعمل سيمي كولون. بعد ما فتحنا البروسيس فتحنا ايه؟ الاف صح كده؟ اروح جاي قايل اند اف، هقول له اند اف. يبقى كده انا خلصت الكود بتاعي، اقول له سيف، ونروح نعمل سيميليشن ونشوف ايه اللي هيحصل معانا، هل هيبقى في ايرور ولا كل حاجه صح. اول حاجه هختار المالتيبلكسر، ادوس حرف الام، طلع معانا الحمد لله ان الكود بتاعنا صح وشغال زي ما احنا متوقعين. ندخل بقى نشوف الاوتبوت هيبقى زي ما احنا متوقعين ولا لا. فيو، بعد كده سيجنال، وهقول له انا عاوز edit force ال A بواحد، وليكن ال B edit force صفر، السيلكتور هنا ال C force خليها بواحد، و ال D خليها ورقة بواحد edit force، اقول له اوكي. هنا دلوقتي فاضل معانا السيلكتور. السيلكتور هنلاحظ ايه؟ اللي هو هنا كان كله محطوط حاجه واحده، هنا حطيت الحاجتين، يعني ده بياخد 2 بت، يعني ده فيكتور. هقول له اديت فورس، اول حاجه انا عاوز صفر صفر صح، وبعد كده اديت فورس انا عاوز صفر واحد عند المية. اوكي، اديت فورس عاوز واحد صفر عند الميتين،
واخر حاجة اللي هو واحد واحد عندي كام؟ التلتمية. قول له اوكي. تعال نشوف السيجنال بتاعتنا هتبقى طالعة شكلها عامل ازاي. لما نيجي نشغل السيجنال هلاقي ان هنا اول حاجة مطلع لي عند الصفر صفر، حط الواي بواحد اللي هي المفروض قيمة ايه؟ الايه. تاني حاجة صفر واحد هنلاقي ان قيمة الواي بصفر اللي هي البي. بعد كده واحد صفر قيمة الواي بواحد اللي هي عليها الدور السي. اخر حاجة واحد واحد قيمة الواي بواحد اللي هو قيمة الدي. المالتيبلكسر مش شرط يبقى 4 في 1 زي ما اتفقنا، نفس الوقت مش شرط ان المالتيبلكسر يبقى عبارة عن الانبوت بتوع فيكتور اللي هو ستاندر لوجيك، ممكن يبقى فيكتور عادي. بس هنا نلاحظ ياو كله فيكتور، يعني او الاي فيكتور البي فيكتور السي دي فيكتور الدي فيكتور، ولكن هيبقى 4 بت. هنلاحظ ان الاوتبوت وراخر اللي هو الواي هيضطر هيبقى برضه وراخر فيكتور 4 بت. السيلكتور هيتغير؟ لا السيلكتور مش هيتغير، السيلكتور بيبقى بناء على عدد الانبوت. الانبوت زي ما هو 4، بس اللي اتغير معايا ايه؟ ان الانبوت الواحد بقى بيشيل 4 بت بدل ما كان بيشيل بت واحده. اللي هيتغير معايا ساعتها هو الاوت، الاوت برضه هيبقى بيشيل 4 بت بدل ما بيشيل بت واحده، ولكن السيلكتور هيفضل زي ما هو عباره عن فيكتور 2 بت، بيحدد لي انهي واحد من الاوت هو اللي هيطلع معايا على انهي واحد من الانبوت هو اللي هيطلع معايا على الاوت بتاعي. كده احنا خلصنا المالتيبلكسر، خلصنا الكود بتاعه، عملنا سيموليشن. هنعمل بس فيديو الواحد فيديو تاني لوحده خالص الطرق التانية عشان اللي عاوز يطلع عليهم ويعرف طريقته، بس انا احتمال كبير ما اشتغلتش بيهم في بقية الفيديوهات.